إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح، من كتاب البيوع، قال: باب الكيل على البائع والمعطي. إلى أن وصلنا الحديث رقم 2127. صفحة 107. الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله ابن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلى فجلس على أعلاه وفي وسط أو في وسطه. قال: كل للقوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وفي رواية: فما زال يكيل لهم حتى أداه. وفي أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: جذ له فأوفي له. الشعبي هو عامر بن شراحيل، تابعي من علماء التابعين من أهل الحديث، عن جابر رضي الله عنه، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: وحي لجابر، توفي والله أفسد، يعني مات ودنتي وفاتك سنة وحوءها في سبيل الله في غزوة أحد، ولبا وأييري ويلكيس جابر بن عبد الله بأييري عدوغينا والله سدول فديا وعكوي رماندو اسما أركيو بري إنان أهاي مد مقتوله الذي لي يموي بري وان ديوان تاتكا لغو شهادة لغو أرزق دونا بري وان كميد أهاي أرلادنا رسولك إلهي اتكدن بيسون عديقا كاتش على هاي مجرتو dardaaran buu siiyey dayn lagu lahaana iga gud. Gabdha la dhashay Jaabir oo 7 ahaa, oon soo marnay hadda xadiidkoodu noo soo hormarayna, gabdhahaana uu wanaag falbuuy. Dardaarankii Jaabir waa fuliyey, tii gabdhaha waa soo martay,
تيد انت هذا حديث كان كهلية. قال وحي جابر توفي ولا أفسدي يعني استشهد عبد الله بن عمرو ابن حرام وأبيه لأنه جابر بن عبد الله هو يسوه عبد الله بن عمرو بن حرام الذي هجري والد جابر هو عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري وعليه دين والحال عليه دين دين بان لولها بضن دين حي هيد انتاه تمرأة وكسود دين سدي نمن يهود أه يهود با مدينة وحكد جنيد يقولون أهل زراعة يا هايين ذاتك زراعة يا تمرت هذا بير يقولون هاي جابرنا عبد الله بن حرامنا سونا بير بولها مركا بيرتي با مركا ميريه كويا اللي او بيرتو دا كسوغو اي اي الله يرادي دينتي عبد الله بن حرام اني ننقودي كرين دا تمرتو نحل بيكو بحضا سند كيبا هل مر بيبحضا سند كيبا هل مر بيبحضا ميراها مركا كويا اللي دينتي نمقودي كران قبليه اقوامها ها ايوحيو ايدلنا اديلا وضسيو دمال الله يكسر دعيا جابر مركة وحو سميي النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عدل بي انه وكشف عه نمك دينتا كلها وقار كود اي دينتا كفضو دعيا مدام انه قد كرين نبي وكي يلي وشفاع قاضي لكن شفاعة ما يقبلين شفاعة النبي كما يقول لأنهم اليهود لأنهم هم اليهود نعم قال وحير فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم نبي كان أكال ما يستي وفي لفظ فاستشفعت النبي كان كضل بي إنه إيغا شفاعة قاضه تتكاسو الله هذا الله نعم فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه تتكي دينت كلها عبد الله بن عمرو من حرام تتكي دينت كلها إنه النبي إيغا شفاعة قاضه أن يضعوا من دينه دينتي سين قرافان ننكسو دين كلها وبدنا يندتكو مركا عدي دينت كل ديني دينتي قرافان نبي قوة يالي صلى الله عليه وآله وسلم وحي معروفة مها لغاية لو أميان لغاية لنوال فلية ما دام يرين معروفة هاي النبي وشفاعة قاضي فطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي وكضل بي وكضوني إليهم أي إلى الغرماء قال ذي غرماء أهيد إن إمارة محوها أي دينتي قار لافان النبي وكضل بي لكن فلم يفعلوا ما إن السمين شفاعة النبي ما يقبل دينتو دين وحبك متجين فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحييري بويري اذهب فصنف تمرك أصنافا انت تكتيد وتمرت سوق ويسيد تمرت أصناف بضم بيلاذا هاي صنف كسلا قوني دي سؤولك بوي هاي سودري يعني هل بيرها وحلقة يابا انت أصو صنف أما النوع إني كبحان أنا تمر بينوتاي لكن تمرت وكلا سوانتا وتربى تتك أهل كذا هو كلا يقانا أنت سو معبي كلا يقانا مركا النبي يقول يري يعني سيدا الله 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 ترتيبنا يبو شيغو العجوة على حدة أي اجعل العجوة على حدة ونوع تمرت كم ذولا يريد عجوة من أجود تمور المدينة يعني تمرت المدينة كبحضة مدى أغوق قيمها بضم بيكمت مركا وحو يري بو يري العجوة على حدة أي اجعل العجوة على حدة عجوة قوني أترتيبي قوني أدك وعذق زيد على حدة والنوع كلا والله قم قعاب عذق زيد نمبا لو نسبية زيد اللي يرهدو سببت كتبيد لما يقانو لكن مقع عاصي لاذا هي أهل المدينة معروف بطاي وأنا تمر لا يقانو ويكلدت عجوه ويكهو سيسا وعذق زيد على حده اي اجعل
عذق زيد على حدة نوع عذق زيد اللي يريدنا قوني ودك مركت سيدا أكرا دكتين ثم أرسل إلي إيسو فرين در فرين إيسو در أدقو سيدا أو ترتيبي مركت لما يسندنا إيسو فرين در بكو يري جابر قال جابر قال جابر جابر وحو يري ففعلت سيدي النبي قو يري يال بان يالو تمرتي بان كلا ساري او سنفي كستبا قوني كدقي عجودي قوني بان او ترتي او دقي عذق زيد إن قوني بان او دقي ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي جيبان أفرين دري فجاء نبي جيوايمد فجلس على أعلاه تمرت كركي ديب فريستي أو جيس أو في وسطه أما دحديسو فريستي إلا تمرت باقيب قيب طالة تمرت دحدي ديب فريستي ثم قال وحو إيرب ويري كل للقوم قومك أبك دين تودي أبك نبمر بوي مادا كي عجولها عجودي سيبا الله بيغي كي عذق زيد لهانا عذق زيد سيبا الله بيغي بيغي أمبو قلي والله بيغي والله بيغي والله بيغي قال وعيني فكلتهم وانو بيغي حتى أوفيتهم إلى أن أردنا ما يستري أوفيي الذي لهم وحي أي لهاين لم بنو أوفي ويرمر كل وأوفي قف وحلق نقص أميي لم أركو وبقي تمري تمرتي دين ويباقي أهاتي كأنه لم ينقص منه شيء يدو حبك نقص أمي بعد مدة وحبابا إن لك قادن أياد مدة فيها برك سوما يعني معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساسا دعذي ببرك يعني معجزة ظاهرة انت انكلينا ماها معجزات بدن باجري وطنو كلا وطعام كأي انتضى اي وكساب سنيت قال كود حديث كود وانا صوام مري انا سيبن مالك وحالو قسو ديبين نبيك كسرير وخبزئة بركاسو النبي صلى الله عليه وسلم دتكي ميشي تشوكو دنبو يري ابو طلحة انتنو قويرنا كينا ولا تقي خبزي جيبو ير مركا أم سليم جو جو قنبها قد دلالي يكو قروري قنبا صبح جيل لقد ما يستي قنبا ولا يقنان مرنة وويل مقار كسر ما يستن وصبح قال وش ما يست مركا صدت كي ماشي شو قد نبي ديق ذي يكو ده درجين سيدنا ويا الله وحكم إذا دولان كي خندق قد كم مركا لقضى مسلمين تنايات ورفات سيهين بجابر كان نفتيس جابر بن عبد الله هو جابر هو أيها النبي وحو أركي صلى الله عليه وسلم وقا تشحوني كم وقته النبي ومركا قعد صدى يا رسول الله قريقي بل إيدر والله دري إسلام تيسي من توتقي حاجي يدي سي بوير محال هايسا وحن هيا بيتري إن يرى الشعير شعير تبل وحوير انتشي ديد عجين وحر يرى غرقة وشوكتين وغورعي فالنبي يوحان ويريه ونبي قاتش درن كوار كان نبي إيو نور غفو كلا وانو يريه تسوان نغضو نبي قدكتا وغشيغي نبي قد جيش كيو نمبو يري جابر وانو سمي يقعون تي صوكع ولا صوكعي كل قد مركو أرنتي أركي بو غرقة كوهر مري مركاسو يساسا دعضي جاء النبي صلى الله عليه وسلم والجيش أيدي بكو على عشي بك وبك وأدي عليه بيسي وحنا لا يكاني مرضا بيس قرطه تري النبي قام أشيك تهاه ويري إلهي رسولك ساوك بيتري بركو النبي قو يميد بو يري قبلك خبزي قو كل سمعية كان سوء ويارو والله ياري هيلب كينا دبكي بسارة يا سوما دبكا يان لقد تشين بو يري خبزي كي سمعيان بوالا تشبيا مركزا مرقا يهيلب كالو قدرا هرما سوغو هرما سوغو هرما سوغو والا ودر رقاي كل قوت ولنا وباقي وحاكم بدها غزوة تبوك دتكي وآد سفر كو كود اراضي وزاد كي كتلم ماضي مركزا يوحي دمعين إني قاديد كي قشاني لقاتشا شرته
نبي ويديستين نبي وأوفى صحي عمر بكوير يا رسول الله سيدا هدي لا يالو وحال لما أنا يجاديتك وحال فورا لما هليه لقد الله ما بحكره ما حان سمينا وحزاتك هو هري السجوير أنا مارت أقول الدعاء سيدي والنبي ويالي ويل عيدا كيا دحيا لي مجرين إلا ولا بوحي حقاق يرى نكي مارت التمرياري وهرتي نكي وحي وحي بالله سكاني مركز وحالو شوي ويل يرسال الله لقوق لي بالو شوي عيدا كيو دنبا ويل الشيك بحسدي بيه ناكتي مشركة أهيد وصوم الحديث كيدا صوم هين كل ذلك وحي كتصين إيسا يعني معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. إذن باب كوحوها باب الكيل على البائع والمعطي. والمعطي نك مشترقة بحينية وحي كواجبي أو ثمن المبيعها ينك مدينك هي دينت اللي يقولها هي دينت قد يبا لبدو دوبا معين غنيان المعطي مد كستاويحي مركا لقولها وين أوفي صمة حديث كان مركا وماشا أوليهي فكلتهم حتى أوفيتهم وانو كيليهي والكو عنده لا وانو بيغي وانو بيغي وانو بيغي لا انو أوفيهي مركا اللفظي قاس أي حديث مناسب بابك. نعم. وفي رواية فما زال يكيل لهم حتى أداه أي فما زال كمزول نك اللي يرهدو جابر يكيلو إنو أبيغيو لهم أي الغرماء دتك دينت كلها أبيه إنو أبيغيو حتى أداه أي حتى أدى دين أبيه إلى أوجدي دينت أبيه كل جيت. وفي أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم جذ له فأوفي له جذ جذاتك يعني وجد تمرات كجد تمرات كجعان وين بولية هي أصول الله تصدم مروه كبوحان مركا جعان كلا صوت شرا مركا هري مع جعان كلا سوق جينية مركا كبعد ما مروه لقى جوري أو حويا مارك تمحوها لو بيجي جذ له أسوقه أي اقطع للغريم العرجون عراجين عراجين تأوغا صوتشر مراها أوغا صوتشر فأوفي له أنا أوفي سيدي بويالي مرك سيدي بويالي رضي الله تعالى عنه. نعم. باب ما يستحب من الكيل باب ما بأباب يهي يستحب لتشعلاضه ومن الكيل كيلك مربا واحد قدانا يساهي وصوى ميرسانا يساهي هدي عنتتهاي لبيغو أمال كيلي أمال كيلي يو مركا تسوق هذا سوق هذا يسدب اسك ميزان أما اسك بيك هذا هو الأولى وهذا هو المستحب أدون كيلين أوذن أغانين انت كيلي تهاي أما انت بيغي تهاي أو انت لغوش قاعد اسك اعتمادنا بيع وأنصحي لكن سو مدعي كرتوين انت وحكت لبنادان حدو أمري مادو ها انت مرنكو إمام با مركا هور اسك هوبي مركا هرابا اسكا هوبي هدي او كويرا دا مثلا نتاد اديد قول الله هيليب كاقا شوك هلا اترى هديد نيو حديد ديارسا شن كيلو هيليبا هيليب يرى حرانا باع كجرو يرى واتا سقال هيليب كاقي مركا تقول ايه جيسو اي وحكا دي منادان حباكا دي منادان سوما سو مرنك ايمان مايو كسو علي الميسد مركا أنت هذا كقاعدة مركا باتير هذا إيه بيع هذا ميزان كيسار أنا أجيده ميزان كيسار أنا أجيده مركا خصو ماذا يباب إيه نيسا سيدا درت سيدا مركا باب كيري باب ما يستحب من الكيل وحا مستحب كاهي لجعل هذا أو إن لبيغو وحي لبيغ يهديهين أما لكيليو وحي لكيلين يهديهين. المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم نبي وحيري كيلوا وربيغا طعامكم عنتدي النبيغا أي عند البيع مركات قضى إسان
بيغا يبارك لكم هلا إذن بركيه إذن بركته حقيقة إيمانه بركته حقيقة إيمانه سيد الدين كاه السنة أين توافقت ساس بيغا وكو بركي سيهين وإلهي دعام كاقي كاقا ديغا ميد بركي سن وكو أنفع يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر كي سيد فليسي بركة كجرت هذا خلاف تسه مفهومكم حون غنيا لا يبارك لكم سما هذا خلاف أمر كي النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم كحديثكم حون غنيا لا يبارك لكم هذا خلاف تان كيلو طعامكم امتدي النبيغا مركز قضيسان يبارك لكم هلا إذن بركة نعم سببت أي تهي هديئا لبيجين وحلقيا بغرر إنه صوغ له خيانه إنه صوغ شو وحي خيانه صوغ شنا بركة ماله باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده باب بركة صاع النبي نبي صلى الله عليه وآله وسلم سوسكي وحكو بيجي تشري يا ومده مدكي سبا سيدي أبرك بديهين لكن هذا ما أنت لمهله صاع النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود صاع النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود لا شك ولا شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي قال له نسبيي والنبي استعمال جري إني بركة ليهين بركة ولبان لقاري كرينين وحب أن ساعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحلقوا قياسا وحيالا لقوا قياسا وكالوحا كم بذا زكاة الفطر أوكالي صبا زكاة الفطر أوكالي ساعة من طعام أي قفكي بل قبحين أي ولو بدأ وحيالا ساعة كساعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ساعة النبي قال ما هي صبا لكن ساعة النبي انتو قادوا كالي مقدار كيسي إن لبحيه بركة ساعة النبي بركوا لها فيه عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة النبي كورسي بركة ساعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم متكنة وساعة أفر ميل الله قيبي ميل كبيرة يعني ساعة يمتكن لبضو واللبو وحلقو بيقو لكن ساعة وين متكاير مركب متك أفر مد أمبا ساعة لك ساوم بوها متك مركا علمادو وحيكو قياسان قياس أهان هدي ليرد علمادو القديم كو اسكو دايان علمادين يسود ويان مدام ساع النبي قان لهين صلوات الله وسلامه عليه وحيكو قياسان قف أن سعب وينين سعب يريرين متوسط أه سال لبدا سعب وضو وقصو قاضو وبوحة أيام مد مركا سوسكا وحون نقول يا أفر صعبقات أفر صعبقات أفر صعبقات أنت تاي مركا كبعد كيله علوم مدونة وحيكو قياسا سدح كيلو وحير أون ديمن يعني لبا كيلو سدح كيلو ربع ديمن إلى سدح كيلو أو دمايسترن بعلوم مدى عصر يعني كو قياسا وهذا هو الأفضل صدح هذا هداد بحسد يعني زكاة الفطر كان قالينا وصرفني هذا لكن للعلم هذا زكاة الفطر بحين يسد سدح كيلو كافي واكو كافي شكل لك بقى وإن نقصادي كجرت زيادة هذه هو حبك ودبي ما يسوى خير كون زيادة سما نعم هذه سورة البقرة فمن تضوع خيرا فهو خير له تضوع الزيادة قفك اللي ماذا وخير زيادة مركا لا يضرك وحوية كالبين وانا له باينين النقصان هين سدح كيلو نقصان ما طيب وحكى الله الشيخو إذيل نقصان باقي لكرت نعم باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم طيب حديثك عائشة عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن الزيد رضي الله تعالى عنه عباد بن التميم وعبد الله بن الزيد كورنا ياهي وانا صومري كتاب الصلاة مرر فرب ضمه من نقص صومري وانا أديركيس عبد الله بن الزيد أديركيس ويهي
وأدير حقه يضع. عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه برده عبد الله بن زيد أسلم وأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. نبي قوحيري أن إبراهيم ونبي الله إبراهيم حرم وحو حرميي مكة مكو حرميي بتحريم الله يسوق حمام حرمينين إلهي با حرميي والنبي حرمدي إلهي وحرميي بو أشيغ يادتك وعديني. إن إبراهيم حرم مكة مكة أيو حرميي أي بتحريم الله إلهي حرمدي وحرميي مكبو ذاتك وعديي ودعا لها وانا ادعيي مكة اهل كيدا ذاتك اهل مكة ادعيي دعوة درب ادعيي وقرانك كسو ارورتي دعا دي دين الهي وهو اقبلي وحرمت ان وحان حرميي المدينة مدينة حرميي نبي قرانيا بردو بحرمة الله حرمدي الهي وحرميي كما حرم إبراهيم مكة سيدا إبراهيم مكة أحرميي بل أن مدينة أحرميي ودعوت لها أهل كذا إيا مدينة وأن أدعيه في مدها وصاعها وعي الله يقول حبي بيقى تشرين وحبا أبحى مدكو ذا إيا صاعو ذبا إلهي إنو أبركيه أيان أدعيي مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة سيدي نبي الله إبراهيم وأهل مكة ودعيه كالي إن لوب إلهي أبركيه بيقو ذا إلهي أبركيه وحيالها غريب كا هذا مكة إيو أقار كيذا إيو تمرت نفتي دوالو قبيرا ميلا كالي من دي قلاص مثلا شرقي قصيم ليري هذا والو قبيرا والو قبيرا من دقة كلو حائل اللي يريه ذو قوي جو كتالة تمرتو أيضا عاد بيوقع بحضا مدينة وقع بحضا ما يلا بضم تمرتو كبحضا ومع ذلك يعني صفة أنا كو أرق ما لها كلا أيان كو أركي أهل مدينة داد عاد أكرم بدن أو خير بدن أو دق بدن ويان قيس كسا تبرتي سو انت اللي اكتر اللي اكاتو هيراتو هويناتو وينو حرمك كينا افر انت هذا بسوق قلن با وضن ساحال حرم وضرك تنمسايد كان حرم مدينة ادب اوية ساحات كزوا بنا ووية ساحات كما انت انا سوق قلن الباب بضا هورت ارتيدا ويلال يري يربا تاقن وكو قد قيا وكو بريا نلا افر نلا أفر وسوي سيسنا يا هدات ترى ما تقول إن يريدوا كوتا جنانا تدعجائب وحتى أهل مكة ساسما وحودي بأي إلهي أبركي وحودي أي إلهي أبركي صفدي أهيد إن رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يا مهاجرين تي أي صوت دومين أو مرتق جليين ولي واكا موقتا ولي وكم وقتا نعم مركا سيد أبو يري النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وعد عضي مركا دسوسكي يمتكي أهل مدينة لو بركي كي النبي قول هانا أبرك منه كي أهل مدينة وكسي بركة بدا يسوما كي دا النبي قال له نسبي أو صاع النبي ومد النبي وكبرك بدا يهي صاع أهل المدينة ومد أهل المدينة ومع ذلك النبي وأدعيي أهل المدينة صاع ذئي سوسكو ذب وأدعيي ووكا أرني ودعوت لها في مدها أي في مد المدينة وصاعها وصاع أهل المدينة مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة ولا بد من الله وقبر كذا بدا الرضا إلهي سبحانه وتعالى ولا شك ولأجل ذلك أيا صلاة اللي قلت كذا مكان ومئة ألف
صلاة مكان لقوت مدينة لقوت كذا مساجد كان النبي خاص خاصة أيضنا وألف صلاة وما لها كلا لقوت كذا مسجد الأقصى أنا وشم بقول سيدوك على سرية المكفيري مكة أجو أجر بدن أجو سريسة مدينة كوحكتا أقصى كوحك نعم طيب ولأجل ذلك وحالة إرادة ثالث الحرمين ما عسل لغو مقعابة هذا بيت المقدس وأولى القبلتين يعني قبلته النبي صلى الله عليه وسلم انت كعبد الله سوجيد حقو النبي قلت كجري بيت المقدس سما مركة وأولى القبلتين نعم وحان نصيب دراء مسلمين تيو أوتشيدا إني خنازيرت يهودية سيروان وعيارة يا مركة سوى أولى القبلتين وثالث الحرمين خنازيرتس أنجاستاهي إني نجاسيان سيروان وعياران على مسمع ومرأة المسلمين عدد كونين توبوا لي مسلمين عدد كونين توبوا لي نين هذا كهر كهلا يوحيري مسلمين تو هذين حتى دقال كلاجلين ونوال بقف كصو مسلمه كوبيا وصو قاض ونقول كيهود أو كشبه بيا غرقين الهابي انت سيقر نشريه والله المستعان نعم إذا مركا وهن كي نبي الشيغي أمبانا أصيبي نبي غير صلى الله عليه وآله وسلم تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها ومضاها إسوكي يران دونا سيدا تتك وحعون ياهي حرضا عنتظر لصوت عامك لقصه بوحيي إسوكي يرتان عيدي حدا وقشدان وكالي مسلمين تو مركا داد نما كوشرتي نما النبي ويدي وحير يا رسول الله ما يرانبا ما يود بدنتهين بويري ما ركتا مايا واد بدنتهين أدبد بدنتهين لكن وحائدا أصيبي الوهن والضعف ضعفي يفل النمو بايد خدعي والنبي وكفى سري صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت إن هذا الدنيا إسكاغن ولا تانا تعلان الهيدين لما شاء الله مربتان وأنا الله لمن على حد في أنفك ساسا تعلان الهيدين لكن لما شاء الله شرفت بضاني لما شاء الله لانتهي ومد قفكو لإعلاء كلمة الله وكل انتو نعم إسحاق ابن عبد الله عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة هوي إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة أنس حلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإله قال وحيري اللهم ألو بارك لهم إله أبركه في مكيالهم أي فيما يكال من مكيلهم من نعم وحا وحا لغو بيغودن وي مرك مكيالهم وحي وحا لغو بيغودن وبارك لهم في صاعهم صاع مرك وحياله وحا لغو بيغو كم ديهي صاع ذا إله بركه ومدهم مدكو ذا إله بركه مدكنا ساقنا وحبال لغو بيغا صاع كيريهي المهم ما دام أيهين أهل النخيل تمر أي تمر أي بيران يوحي لها قوت كهو أطعم ضاه أيقنا أي مادة كل جود وذا مكيلات وحي لها الله بيجوي تمر توا الله بيج شري هذا وحي الله بدن وقت يهور الله بيج شري وهذا وحي نقدين موزون واحد ميزان الله صار بين نقدين مركا أذوق عصر كسته أي وقت كسته أما بلد كسته وح وح لا وح بيرو هالبيجة إن لا استعماله أما وزن هالنقضة يميزان أما هالنقضة كيل إيو سوس هالنقضة وحو ربا هالنقضة مركا النبي أهل المدينة وقدوا عيي
مكاييل كودا وحي وحكو بيغان وردن أما الصاع هنغضو أما مد هنغضو يعني أهل المدينة نبقى دعا دي سينا إلهي وأقبالي. نعم. إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أبيه عبد الله إيو أنس ابن مالك يا ولا لا ولا له يا مركا إسحاق أدير كيس أنس ابن مالك بوكورينية يعني عبد الله ابن أبي طلحة إيا أنس ابن مالك وإسكو هويو هويو دادو أم سليم وليبا عبد الله قاسي قصو لها لغاية بيني نوتي مادو. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة باب ما شيب أبا بيهي يذكر لشيغو يعني آثارتو كهلايا كسو أرورتي لشيغو في بيع الطعام أنت ذا بيعو ذا أنت ما لغاقن عصان كرا ما لبيعين كرا ويحي كسو أروري يا والحكرة حكرة وأنت ذا ولا بيع حرو نكي أنت ذا بيعي شري بخاربو أنت ذا كعرت سيقول للسوقيو وحو دريمي يعني أنت ذا كالقوين دونتو ويران دون تبا أي مارتي محوها أيو دريم أيو مركي عنتدو سوق كرماتو أيو وحور ربعين وقالي كوكتو مركتا دتكيو هذا أباهن أيو بخار كورو الصدي ما قضيو ما أنت أنا ما قضيو حوا ما قضيو دور مال موت كبعدي يعني دتسا سهجرة أو سوق يقان عنتدو سوق كرماني ويكالقوي مركي كالقو أضو دتكي ضعام بيباهن يا صوما مركز حقوق ضياء غلاء ولب فاحشة غلاء فاحشة ذلك تجارته هو يقانا إذا انتهى لأقاذه وحيالها بركة لا أنت أبي كميت ذلك مركي أباهيهن فردو كان كاغا قيمة هي جوغان كوغط أنت وحكاغا دبيان هذه قيمه كردان كردي هذا دربتت لكن إن ذلك كحرتد دبديدنا مركي عنتوين كي كلا رمضان هذا دوغو كوغالي غريسد مايا. سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يأووه إلى رحالهم. باب كمرك مسألة دي سهر أهباب ما يذكر في بيع الطعام أيو حديث كان دليل يهي ولا طعامك ولا قن عصن كرا لكن شروط بوليه شروط سوى حكم إذا عدم الحكرة إن هذا حيرين وعاكلي تو كم إذا هدي إن هذا أسوقهم بيجنين أو بس كقياسة إن هذا قلنا أد بيكتت حديثه اتسيدا كو غديد ادون بيغين بيعوا وانصحي لكن وحون دعي كرتا اني خصومه يا غرر او كدحو وعكلو شروطا كمده وحي اد عنتدي اد نينكا كغدتاي ايدون ولي حقيدا انا حقاغا اينا سومرين ان ادن ايبن ولي حقاغا مسومرين سوما مركب بي سارنت مركب كي إذا صارن بات فاسح ذي أيضا مركب صارن هذا نبيع سي كي وسيبيع شن إلى ليه مركب كينا واللي قبل سويتش أيضا نوع الشرط وحكى له الشرط يا إن أد ماشي أد كوجا ضي أد كرر تيجي تسوق جيسيت أما بقرر ده دي أد جلست أنت صو أرنب إلى هذا مرك كو إنه بيجي هي وبيجي سلا يقان هذه عن تدو آت وترى بدن تاعي أن لبيجي كرينين ولكن لا يقانه ولا شيء كوجر تنتي كيلو يقانين لا بأس سيد هذا إن لقو قلو جزافنا ليه هذا يلا ضدوبة هين لقلو ضدوبة لكن وح شرطية إن يدينا عاجا سومرتو كو ماشي آت كوجر تي أدوجنا إن أتكج كررتي وتسوق جيسيد أما بخار هذا دي لقوق يقان نجيس تاسنا وشر ديك عليه حكرنا هجلين
مركه وحولي هي سالم وسالم بن عبد الله عن وتابعي سالم بن عبد الله وهنا كورني عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحيري عبد الله بن عمر رايت وحن اركي الذين يشترون الطعام جزافه كوى عنتظى صوغا ذا نيانا صومر سنيا جزافة يعني جزافة محلوجة ذا من غير كيل ولا وزن أيهم بيجين أما أين كيلين بيدو ضوب وقتين قال الله سيدا أيالا ومرك عنتظى أدو بضان تهيوي وندل بيجي كرينو أي كجرتو يعني وحويا لقال كل ما يدب إنك سوء إن لبيجا يكوها بونتاي ويضربون لغو قراء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه أي كراهة أن يبيعوه إني هدنسي بعيان نعتان لنعيو حتى يؤووه إلى رحالهم إلى أي خران وأي كرران ميش أي كوغدين ويسوق أما جيان أما وحاويا ما رتبحوها ملك لأي جيان يعني وحان لأقولين ماشي أت كوكا داتاي إن هذا المركا كوفا سحديت تاسى لديديا سبت لو ديديا ونو إيمان دونتا حديث كدم بي طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قلت لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ قال أبو عبد الله مرجؤون أي مؤخرون طاووس هو ابن كيسان اليمني من تلاميذ عبد الله بن عباس وهنا كم ذها من فقهاء التابعين عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس أيو كورنا يا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي نهى وحو نهيي أن يبيع الرجل ضعاما ننكو إنو إيبيو ضعام حتى يستوفيه أي حتى يقبضه إلى أقبضه حق سصومره يعني عنتدي ويبكي ودعي لكن ولي مؤون قبضانه وقعنت مسارين قعنت سما سوقلين سوقون ولي قعنت سوقلين انو بيعيه مر لباد يا لو ديديا قلت وحان يريبو يري هدو يا هي طاووس لابن عباس وحانو يريبو يري كيف ذاك اي ما سبب هذا النهي نهي كان محاسب ابوه سبب الا بيعي وادعي عقدك مرك ودعانا دي ملكيتي واوريكتي محل لوغو ديديا وحو يغو جوابه ويري ذاك دراهم بدراهم حقيقه انت مؤونه قادين لعق ولعق قضي في الحقيقه مرك دب لو فيريو وحو مركان بيعي الا عنتدي ولي قعدتي زي ما سو قلين لعق ولعق قضي سمركت يعني مركا فيري نيكل يرهدو عبد الله بن عباس فقي قيس ذاك دراهم بدراهم اي بيع دراهم بدراهم ويان بويري والطعام مرجع طعام كي ومؤخر وليك عن تسمى سوقلين سيدا درتيد اي مركا علماء ذو وحي يرهدان نعم وحاون لو جيده وحويا نن كاني قف بوكا قتاي راشين بوكا قتاي لعقتينا واشوبي صوما راشين كي ولي قانتا مسارين كوكالو انت كو جيستي ايو يري راشين كاسبان كا قتاي لعقتينا وكا قاتاي
lacagtii uu raashinka ku gaday buu lacagtaa kale ku gaday wey. Xaqiiqadu waa saas. Raashin aan weli gacanta u soo gelin, lacagtii uu ku gaday ayuu ninkan ka qaaday. Marka waxay noqonee baycu daraahima bidaraahim. Weliba hadday ninkan wuxuu uga gaday ziyaada soo ma, lafihii uu ninkaa uga gatay ziyaadu saartay, ribix buu saartay. Marka ribay noqonee lacag lacag lagu gaday inay isleekaata soo maahayn ya, inay haddana haa wa haa tahay oo la kala qaato soo maahayn, labadiiba midna ma jiro. Nacam, xaqiiqadu waa saas buu yidhi. Marka fa huwa taa, marka wuxuu yidhi dhaka daraahimu bidaraahima ay baycu daraahima ay baycu daraahima bidaraahima ukhra wa taaamu murja ay muakhar ma bayalaba dacaamki ma bayalaba. Qaala abu cabdillah wa huwa albukhaari kalimatu murja ayuu fasirayaa. Murjauuna aayad weeye maaragtay, muxuu ahaa muakharuuna weeye dib baa loo dhigay. Marka kalimatu lirjaa waxa weeyaan ataakhur, alirjaa huwa taakhur, wuxuu dib u dhaca wey. Marka cunto dib u dhacday inuu gaday buu iska dhigayaa, laakiin fi lxaqiiqa lacag buu lacag ku gaday tafaadulan iyadoo kala badan, waana riba. Meelaan ma la malaynin bay ka soo baxdayba, meelaan la malaynin maa ka soo baxday. Yacnii markab dhan oo buuxa oo badda taagan oo weli la dejin ayaa marka korkiisa looga gadan, kii gatay baa sii gadi, kii gatay baa sii gadi, kii lix gacmood buu sii maraya. Nacam, welina cuntadii kii horo gatay gacantiisa ma soo gelin. Markuu dejiyo markabka oo cuntadu ay soo marto dhinaciisa oo loo dejiyo isagu degsado, hadduu rabo ha ku gado meesha la yidhaahdo dekedda dhexdeeda ha ku gado, ilaa dacaamka markaa xaggiisu soo maray, badeecadii xaggiisa soo martay. Laakiin badeecadii oo weli markabkii saaran intaa oo jeeray ama intaa oo gacmood sii martay waa midaan uu cabdullaahi ibn cabaas ka digayo radiyallahu tacaala canhu, oo xadiidka uu ku fasiray. Cabdullaahi ibn diinaar قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ابن عمر يقول وحورنا قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلهي وحير من ابتاع طعاما أي من اشترى ابتاع هذا بمعنى اشتراوي باعنا وبيعي ونكي بدأ عليه يصاحب بضاعها أما مبتاع ومشترقة قفك سور سور ركتي من ابتاع طعاما عنت قفك سور ركته صوغة إساقو لين عيسى صوم مريا فلا يبيعه يون بيعين ومركلة يون بيعين حتى يقبضه إلى أوقع أنت صاره يعني هو ملكية إساقو وحق إساقو صومرت مركابو بيعي كرا أما إسقو أن ولي قاعدين عيسى أين صومر هدو بيعيو ومد أوليه عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس ذاك دراهم بدراهم مد أوليه هوي. مالك بن أوس بن الحدثان سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وحيالها لإيبيو أو لإسكو إيبينيو لإسكو بدلنيو إلا بيع وتبادل هديك لدوينيهين ولا إسكو قدكرا laakiin haddii isku jinsi iyo nooc yihiin la iskuma gadi karo, waa la isku gadi karaa laakiin laba shardi bay leedahay, laba shardi bay leedahay. Lacag iyo badeeco kale haddaan isku gadayo ha kala badnaadeen hadday rabaan, geel iyo lo' haddaan isku gadayo ha kala badnaadeen hadday rabaan, geel iyo geel haddii la isku gadayo ha kala badnaadeen ha kala sarreeyeen hadday rabaan, soo ma. Lacag haddaan isku gadayo dahab iyo dahab, fido iyo fido, waa ansaxayaa laakiin laba shardi.
وإني نكر بضنان وإني نكر ضاحن أها إيها أيتها سيدا صرف لا يشكر سوما هذا دولار يو على سكوس رفاه يكاش سوما دولار كالاقا قادي كاش كي الله ترينا الله سينا سوما وإني سيداتا ها وها صرف ورمو أساس ها وها إيها ما يا وحويان ماركتي دولار انكو كينا يكاش كيسي او يعني لو لجي ذو بيع يصرف كاها لا هذا الدين أهان وقاضي نسي الدين أهان وقسو علينا سوى شأني كلا لكن صرف كي وقارنا لقاضنا يقارنا ولي أدمي هاي لا وين نقطة ها وها ها يها بحال لجي ذا ها يها وي وا 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 يديو وا ها ديو أنا قوم بسي ذا وبدلني أنا قوم بسي ذا وبدل أفكي يقاسي ذا وبدلني هدي اسكو بنوعيهين وين اسكو بيد النقضان تمر يا تمر بعد اسكو قضيسا اسكو ميزان وين تكيلة تمر كيلة تمر هكذا في عندنا هذا وحان صومرنا عجوة ايوه عذق زيت اسكو مرتبة ماها عجوة ذا قيمة بلان عذق زيت ذا هوسية مركي تمر هان لسو قضي وين اسليقيهين لكن مركي الله عكو قضيسا كلا قيمة بلان صومة وهكذا سيدة درت ذا وحيالا الرباض اي قلي كران واشياء ذان حديث كان لقول شيء وانتظى هي الثمن كالعقد انت كالهربا مقش الذهب بالذهب ذهب مركي الذهب اللي قوك قضياه خربا وي إلا هاء وهاء هاء يهاء ويهي موي إيوها دنا متساويا وحد هذا بحين يوحد قف كان كقاضينا واسكم بذوين النقضان متساويا والبر بالبر بركة لوجه ذا هي وحوية مبارك أن ليرها ذا النجا أن رهنا قمدي ذا نوع وحجر آد أسر يو ليرها ذو قمح ليرها ذو قمدي ذا أون يوحي لبدا والبر بالبر ربا بر بر لقو قضي أنا والربا إلا ها وها ها إيه ها إني نقطة بوية يعني النصيحة دي بدو قد ملها والتمر بالتمر تبر يا تبر والله اسكو قضايا نوعية ذو بها بك لدون هذين أصناف تيدو هكا لدون هذين لكن تبر بيس لطاي إلا ريب والربا وي إلا ها وها والشعير بالشعير شعير ذو نوع قمدي ذا كم ذا مركا من مركا قارك القولف تيدي بي وضطا ولا يقوم مدني هاي جدك قضاء انتظم ما أدو قرنايا والشعير بالشعير ربن وي هذا شعيره شعيره كو قضايسو وربن الا ها وها هذا بريس سو قضايسو سيده كاله بريس كسو نوعيه ما كاله نوعيه كسيف باصناف وكلي لكن ما قعو ولا طمحيته وبريس قال لي دو كاله واسكو هل هل سيف هل هل وحوي نوعوي لكن اصناف بي ليدا سوما واسكو مد بركي لا اسكو قضايو وهكذا وحكى له صارورتي والملح بالملح سما ملح نفتي سأنواع كلا مدو حالك السفية بيها بضة سما مدل ما قن ملك كانوا مد صناعية هذا مد كان نوع أن مقالة لو استعماله عطان كبضن له ملح واسكو ملح سواء بالسواء نعم مركات كوا اسكو قضى يسيد لا بشرت إني إسلقهن حاجة مقدارك وين كلا بضنين إيه إن لك لقاته ومدنا أن لقاضنا مدنا أودي من يهي ولي سواتة الضرر باكو جيراه إذن مركا عنتا عاد قدي ولنا أن قعنتكو سوقلين وطقفك لك قدي حقيقة معنى هذو حويا والعقل عقل هو قدي العقل عقل هو قدي نقولين بيع الطعام قبل أن يقبض انتدي إن لقضه إنتان قعنت لقود دقين وبيع ما ليس عندك وح آذن أكتا دب أولين إن أتقديت ما بهي سدبة ما بهي سدبة هذا دقو هاي ستو والملكي قدولي ذهي ما بشيرو هذا نوات قدي وا 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 بيع الدلالي ذو كله بيع الدلالي ذا دلالي ذو حمام هاي صو صو ما نبوي من يا نبوي من يا
wuxuu leeyahay maaragtay waa alaabtaasaan u baahanahay waan hayaa buu leeyahy waan hayaa haya maxaad iga gadaysaa intaabaan kaaga gadayaa beeciiba dhacaya waa tegayaa suuqu ku or ordayaa ka soo qaad qaadaya wuxuuna haynin ayuu gaday xaqiisu muxuu ahaa waa jira badeecadaas aad doonaysid qolada haysana waa kuu geynaya maxaad ii ogoshahay hadduu dhihi lahaa waxbay ahaan lahayd wuxuuna asagu lahayn oon gacanta ugu jirin buu gadayaa soo ma been buu gadayaa marka iyo wixii la mid a ayib إذن باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك وحان هذا هاي ننبع إن أتقدت طاووس يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله طاووس حديث كسوة كينا صهر مري هذا مردو بنا صهر مري حديث كصدني اللبو لبكون بقول صدني اللبو بنا صهر مري سك روايات كلا هوي طاووس يقول سمعت وحن مقلي ابن عباس بن مقلي رضي الله تعالى عنهما أو يقول أرنيو أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء النبي قل نهيي وحو أها فهو الطعام عن تدوي أن يباع إن لقضوا لبيعيه حتى يقبض إلى أي قعن تسوقش يعني قفك عن تأو ننك قضي ولنا أن قعن تأسوق لنه سيبيعي النبي قديدي طيب عن تدو نهي كسو أروري وحكلا بدي عوين ككلا ما الله مدبا مسوي كدويهين وحليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ولا أحسب أمنا ملينا يو كل شيء شيء كستا وحيالها بضائع ذاء إلا مثله أي مثل طعام إنه يهي ما يحكره ملين ما يو يعني وحكره لبيعين وسيد طعام كوكلا وحان قعنت هذا السوق قلين ولي هبيعين مركا قعنت هذا السوق قلان مركا كبعد بيعي runti culimmadu aad bay u ammaaneen fiqiga iyo fahamka cabdillaahi bni cabbaas radia allahu tacaala canhu a'imma kalena ra'yigaas bay qaateen sida imaamu shaafici raximahu llahu tacaala weliba waxaa ku soo arooray xadiis imaamu lbayhaqi uu wariyey oo weliba isnaadkiisu uu yahay xasan uu yahay marka nabigu sal allahu alayh wasalama saxaabi la yihahda xakiim ibni xizaam ayuu wuxuu nabigu u yidhi laa tabiicanna shay'an xataa taqbidahu laa tabiicanna ha beecin oo ha gadid shay xataa taqbidahu ilaa uu gacanta kuu soo galo marka lafdiga haddii la eego laa tabiicanna shay'an shay waa nakira nakiraduna hadday dhacdo fii siyaaqi nafyi waa caam marka cunto kuma gooni aha weeye marka shay kasta oo aad beeci lahayd isagoon gacantaada soo gelin ha beecin ayib naaficun can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma ana annabiya sala allahu alayh wasalama qaal man ibtaaca acaaman falaa yabichu xataa yastawfiyahu qofkii cunto soo gata yuuna mar labaad beec u bandhigin xataa yastawfiyahu ay xataa yaqbidahu ilaa ay gacantiisa soo gasho wa fii riwaayatin man ibtaaca acaaman falaa yabichu qofkii cunto soo meersadee soo gatay xaggiisa soo mariya yuuna beecin uuna beec u cardin xataa yaqbidahu ilaa uu gacanta ku dhigo marka labada riwaayadood midna waxay cabirtay yastawfiihi midna yaqbidahu waana isku macnaa way isfasirayaan riwaayaddan labaad waxaa loo keenay inay yastawfiyahu waxaa loola jeeda ay ku fasirto alistiifaa huwa alqabdu inuu kuu soo gacan gala weeye idan marka waxa aad rabtid inaad beecisid shuruudda ay leeyihiin wax aad taqaano kimiyadooda way inay yihiin oo inaanay jahaala ku jirin qararna uuna ku jirin waa shardi shardiga labaad
وإنو حقاك صوم وصومرا صوم صومرا شردك صدحاد ماشي عاد كوغضتي هاكو بيعين وريتشي أما سوقا جي أما ملكا لجي صوما انتظرنا كما قولي حديث انتظر أبدا نايده وحكى صول لبيعيا هنا انتظر لمديهين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأله علما نافعا وعملا